اهلا وسهلا حبايبي، يا ريت تقديرا لمجهودي ما تنسوش لايك، ولو اول مره بتشتركوا في القناه تضغطوا على زر اشتراك، وشكرا للمتابعه. النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن. فالرز بلبن بصراحه انا بحب اجيبه اللي هو الرز المسلوق ده، اللي هو الرز يعني اللي احنا بناكله منه فايد شويه كده بعملهم. ما بحبش في ناس حط الرز لسه حصى وتبوشه كده وتبله، لا دي احسن طريقه. وبيبقى الرز المهلبيه او الرز بلبن بيبقى مظبوط وبيبقى كويس خالص. فدول شويه رز همت يعني فاضلين يعني مننا همت شويه، يعني ايه صحن صغير كده، فهعمله معاكم. خليكم معايا اهوت، هحط اللبن اهوت على الرز اهو، وادي شوية سكر اهمت كله برضو، حطيت اللبن وبعدين الرز، والرز حطيت عليه اللبن وبعدين السكر. وادي معلقة نشا اهيت، النشا ده هو اللي بيظبط، اللي بيخلي الرز بلبن يربط، فبيبقى زي بتاع المحلات واحلى من بتاع المحلات. ودي معلقة لبن بودرة، لبن جافف، احطها على معلقة النشا الاتنين مع بعض كده، وحطيت لهم شوية مية وهدوق، لان اللبن البودرة ده بيديله طعم كده، بيبقى زي الرز بلبن بتاع المحلات اهو. انا حطيت هنا اللبن البودرة وحطيت النشا مع اللبن مع السكر مع الرز اللي هو طيب مستوي كله مع بعض اهو، تقلبه كويس خالص، وهو هرفعه على النار كله مع بعضه مع التقليب المستمر. افضل اقلب على طول، ما اسيبهوش ثانيه، افضل اقلب لحد ما يربط كده اهو. حبايبي بدأ يربط اهو، وانا برضو بجلب على طول، تجليم مستمر. اهو حبايبي، هو ده القوام اللي انا عاوزاه اهو، ولسه طبعا لما ينصب في الاطباق هيبرق احلى من بتاع المحلات. والسر في الرز اللي هو الطايب ده، الرز المطبوخ اهو، هقرف في الاطباق انتوا شايفين كده. والاطباق برضو استانلس زي اللي بتاعت المحلات بالظبط. واحد لما فيه محلات مكتوب عليها كشري وحلواني، حلواني ده اللي هو رز بلبن، بعد ما الواحد ياكل كشري في المحلات اللي هي بتاعت مصري في القاهرة يعني، وطبعا في مدن كتير فيها الكشري والرز بلبن ده، الرز بلبن ده جميل اهو. صبيته في الاطباق اهو الاستانلس ديت، وهحط له اهو جوز الهند علشان اعلي القيمه الغذائيه بتاعته، ولادك هيحبوه في ايام البرد ده اهو، في ايام الصيف وفي رمضان، حاجات عالية في قيمتها الغذائية. وشكرا لمتابعتكم.